كي تعمل هكا شوية تأمل محسن مرزوق ما تلقاش أنه كانت عندك مسؤولية في الأزمة مثلاً. أنك كنت سبب في الأزمة في 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 جزء منها في الجزء الأهم عندي كنت مسؤولية. تحمل مسؤولية مسؤولية الأمن العام عندي مسؤولية نعم عندي مسؤولية في جانب الأزمة هذه هو في السرعة متاع محاولة تنفيذ مجموعة من الأشياء نحن ملي بمفردك لا مش مفردي ثم شي واحد يعمل حاجة مفرده كان مفردي لو حتى واحد مشى معك اللي يعمل حاجة مفرده مش يقلق حد كي يبدأ وحده أما كي يبدأ القبة فيها 6000 شخص وكي يبدأ في كل أسبوع ثم اجتماع شعبي حاشد في منطقة من المناطق والمكتب التنفيذي اللي قعد 5 شهور ما اجتمعش اجتماع مرتين في شهر واحد واللقاءات على مستوى الخارجي والعالم وإلى آخره الناس معناها قالوا هذه سرعة واحد قال راهو مزروب ياسر والآخر قال لا يحب على الرئاسة توا ثم واحد عنده خيال علمي لكن من نوع البسيط والرخيص شوية معناها نحكي في الإنتاج العلمي طبعا متاع الخيال العلمي قال هذا 100% حضر في مؤامرة باش ياخذ السلطة توا و 100% متفق درشنوة وتخلنا في عالم من الهلوسات الكبير أنا مسؤول على أحداث هذه الحالة أعترف بذلك برشا الناس معنا عندهم شوية حكمة قالوا لو كان معناها نقصت من السرعة انت مثلا تثير الخوف والريبة لدى خصومك هاو جيك معناها وكان نقصت انت من السرعة مثلا في عوض تمشي لمناضلين الحزب كل اسبوع مرتين تمشي لمرة في الشهر وما يهمكش فيهم حتى كي يبداو محلة محليلة ويقولوا راهو ما جانا حد من الانتخابات راهو صوتنا لكم باش تجوا معانا ما جيتوناش لا تقول نمشي وتولي تبطل معاش اصحابك على المستوى الدولي تعرف مع 20 سنة تقول لا وتنزل بنفسك الى مستوى اللي ما عندوش باش ما يقولش بي انت عندك هذه هي اعتقد انه انا يمكن لعلي يلزمني راجع شويه حسابات في هذا الموضوع تبقى انا هذه طبيعه عملي نحب نتصور البلاد لا تنتظر وما تجمش تكون الاختياراتك قائمه على مشاعر بعض الناس في الريبه والخوف كما تفضلت سيادتك توا تكون البلاد قضاياها قضايا كبيره تستنى اراده قويه تستنى اراده حاسمه تستنى سرعه في اتخاذ القرارات وناس ما يتردوش مهما كان وانا اعتقد انه هذا هو الجانب اللي نتحمل مسؤوليته هل انهم يشاركوا في بالترشح او بالانتخاب او بالتوافق او في المؤتمر التأسيسي التوافقي لا أنا اعتقد انه نحن لن نذهب الى مؤتمر تأسيسي توافقي بالطريقة هذه سينتج يعيد انتاج الموجود ازمة وانا ضد انه احنا نعمل شيء لإعادة انتاج الازمة ونعطيها شرعي تماما هل لجنة التفتيش مستعدة لتحوير جزئي أو في المبادرة متاعها؟ لا أعرف إذا واحد يسألهم هم المدة هذه عملوا شوية تصريحات وأنا نصيحتي لهم اثنين سي يوسف الشاهلي وصديق عزيز أحترمه ياسر أن ننصحوا معاش عمل تصريحات عالمية خاطر قاعدين يحاوروا له فيهم وننصح أيضا سي بوجمعة رميلي زاد أنه هو ما يصرحش 13 هذوما قوتهم أن يعملوا في صمت ويشوفوا الواقع قدامهم ثم يظهر لي صارت متغيرات من اللي هم بدأوا يخدموا واعتقد المتغيرات هذه المفروض ياخذوها بعين الاعتبار وانا ارجو لهم بصراحه بكل صدق كل النجاح. ما المطلوب تنقيحه في هذه المبادره نتاع 13 التسويه النداءيه؟ سهله جدا احنا المطلوب شنو هو؟ المطلوب اطر اللي احنا نشتغلوا فيها باش نمشيوا حتى المؤتمر. نعم. به ما يسمى باطراف الازمه اليست ممثله كلها في المكتب السياسي؟ نعم. ممثله. اليست كلها ممثله في المكتب التنفيذي؟ ممثله. علاش مش نعملوا حاجه جديده؟ حاجه جديده برا عيش كيفاش حاجه جديده توا سيدي اي نقعدوا نتوافقوا كيفاش باش توافقوا انا حاول نفس الطاوله يسمو احسن اعطينا 3 ترى فوز اليوم اعطينا 4 بالليل لا فك علي من هذاك 5 و6 والى اخره فوق وراء ظهر المناضلين تاع الحزب عملناها في السابق هذه في ظروف معينه ما تو ما عادش يجي يمشي هذايا كلها حلول تلفيقيه حان الوقت ان نعمل حلول دائمه في انتظار الحلول الدائمه اللي تجيب الانتخابات نحافظوا على اتفقنا عليه سابقا انه يخدم تو عنده قرابه معناها المكتب السياسي يخدم اشهر والمكتب التنفيذي يخدم من يبدا الحزب ثم نعملوا ناخذوا من المجموعه نتاع 13 بعض الافكار المهمه اللي هي اللجنه المستقله لاعداد المؤتمر ونذهب مباشره الى المؤتمر الديمقراطي في اقرب وقت هذا هو الحل الوحيد دون المرور بمؤتمر تاسيسي يا اخي مؤتمر تو تاسيسي احنا بعد بليق رسم العام اللي عملنا الحزب اسسناه في جوان 2012 وتو جايين باش نعملوا مؤتمر تاسيسي في كذا يا اخي عملوا مؤتمر اول وانتهى الموضوع في كل حالات هما في المبادره نتاعهم سموه المؤتمر الاول للحزب ما سموهش تاسيسي في الاول في وقت نقاط كانوا يحبوا يسموها مؤتمر تمهيدي ومن بعديك ما سموش مؤتمر تمهيدي يحبوا يعملوا حاجه في الوسط من قبل المؤتمر الانتخابي ما نعرفش علاش انا هو الهدف الكل شنو هو باش نعملوه هذا تعطيو شرعيه للقياده اذا مشكله القياده هي الاساس المخ اللي خطط هالمساله هذه مشكلته الاساس هي القياده وماشي طول الامن العام بلا تقسيم الاربع خمسه كذا عنده مشكله في الامن العام الرئيس. حتى الرئيس ما فكروش بيه بقول كانوا يجي يقولوا خلينا الرئيس الشرفي
ماشيين طول الامان العام باش يوريك معناها شنو الذهنيه ورا هذا الموضوع. به انت ماشي تو تقول لي انا عندي ازمه قياده، انا يا سيدي منقول ما ثماش ازمه قياده، ما كاينش ثمة قياده، كان ثم ازمه تتمثل في محاوله تعطيل القياده وفي محاوله عدم تخليها تخدم وتكسيرها. والايامات هذوما ورينا انه ما ثماش ازمه قياده. النساء اللي جاوا امس معناها بكي على عبد الحاشد اللي ما صارش من وقت الانتخابات، هذوكم يوريوك ان ما ثماش ازمه قياده. المناضلين موجودين وعندهم ناس يعرفوهم ويحبوهم يجوا. وصارت قبل في السابق في قمرت ومش تصير فيها في ايامات اخرين. تبقى اذا كان تو المشكله شنو هي؟ المشكله انه علاش واحد برك؟ عندنا خوف من انه واحد برك يظهر هو اكثر من الاخرين. هذه هي انا نقول لك الموضوع ما لازم نكونوا واضحين به. نجيو نعملوا خايفين من محسن مرزوق ما نعرفش يظهر لي هذا هو خاطر مشكلتهم دار كل هو في الاستهلاك. لا هذا هو انت مشكلتك في هذا. قال هرب بالحزب درا شنو؟ ثم واحد قال الفاظ اخرى ولا وحده ولا كذا. هذه هي المشكله الذهنيه اللي قاعده عندهم. انا عملت حاجه ما هم ها هي المدى العام هذه يا سيدي اذا كان مش تولي هي عائق نرجعوها لصاحب الامانه سي محمد الناصر واواصل العمل في المشروع من اي موقع. انا يهمني المشروع، يهمني المشروع، يهمني الوعود اللي عملناها مع الناس، يهمني الحرب على الارهاب، يهمني الاصلاحات الكبرى في البلاد، هذول اللي مش نخدم عليه. المشروع من اي موقع؟ من اي موقع. تبقى لن اقبل اي موقع اللي هو يكون فيه نشوف فيه انا تعطيل للعمل. واعتقد انه مقترحوه خير في 13 بحسن النيه وبارك الله فيهم، اعتقد انه هو تعطيل تام للعمل واش يؤدي الى تعطيل نداء تونس ومشروعه. انا استطيع ان اعمل من الموقع اللي بديت فيه 2011 2012 2013 14 و15 و16 وكي نحيت مساله الامانه العامه باش المناصب ما عندها حتى اهميه كيما خرجت من منصب وزير في رئاسه الجمهوريه. وقت كان المفروض نمشي للحزب وتوا حاليا اذا كان الامن العام مهم هاي الخلا من العام هاني انا موجود في موقعي مع مرضي الحزب. كنت البارح صباح باش تعلن على الاستقاله من الحزب وتاسيس حزب جديد، هذه الفكره صباح ولكن منتظر من الناس كل وهذه المعلومات على الاقل يدور في الكواليس من حتى من زملائك في نفس الفريق وتغير الموقف العشيه. ترشيد حسابات للوقت انتظار حتى يدزوكم باش تخرجوا او هو قناعه انه احنا باقين في الحزب؟ هل هي قناعه نهائيه محسن مرزوق؟ انا عمري ما قلت اني انا مش نعلن على الخروج من الحزب. هذه ما يسمى بالكواليس و هاني انا نقول سي محسن انت اي هاني انا نقول انت تعرف اكثر مني من تعرف من خطك انت حد انت زاد عندك معناها من اصحاب الخطوه وليد فهمتني وليد تعرف اللي انا ما نعرفوش على روحي. لا انا ما كنتش انا شكون قلت أنا قلت حاجه قلت عندي مده قلت لن اخرج من هذا المشروع بالعكس. لا سي محسن سي محسن لعب على الكلام نعرفوه المشروع مش الحزب. لا لا اي المشروع سامحني يا اخي تو ثم حزبه سامحني يا اخي ثم حزب تو فما حزب فما حزب وينو الحزب شنو ما قروا في 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 البحيره ثم بنيه فيها درابو فيها رئيس ونائب رئيس وهيئه تاسيسيه ومكتب تنفيذي و لا لا سيدي لان الرئيس مش قاعد يمشي ما ثماش رئيس وما ثماش من عام ولا من عام تخلى على مسؤوليته وما ثماش مكتب سياسي مكتب سياسي مجمد ولا تاسيسيه تجتمع بثمانيه من اعضائها فقط وما هيش حتى واحد قاعد يتبع لها في كلامها والمكتب التنفيذي مش قاعد موجود والمسط الوطني اللي يجتمع من كذا ثم افراد موجودين في كل مكان مخرطين مناضلين قلوبهم موجوعة والناس هذوما كلهم قاعدين يستناو في حل ما باش يعود الحزب يعمل كحزب ديمقراطي عصري يحافظ على خط الوطن العصري ويمشي الأمام يحل مشاكل الناس. هذا هو حاليا. دونك تقول لي ثم هذا شنو جاوا جماعة 13 هذوما مجموعة نتاع قال بعد تعاملت مجموعة خمسة وخمسة ولا شنو وتو مجموعة 13 انا ارفض انه نبقى عام ولا عام ونص واحنا قاعدين نستناو في 13 وبعد 13 وجو 14 وبعد 15 والى اخره او حلول منقوص. من بعد كان مشينا في اتجاه ان احنا ماشيين في نفس التوجه مع بعضنا مشينا وهذا حل من الحلول. تو ثم برشا امكانيات لو نادي تونس يجم يقعد فيه يجم نادي تونس تصير معجزه ويمشي الناس كل تقتنع باهميه الديمقراطيه وتلوح عليها من الحسابات الصغيره. ثانيا يجم يولي جبهه. ثالثا يجم بكل اسف يمشي كل واحد في طرف اثنين. احنا حاليا انا مانيش قاعد نقول هذا قاعد نقول نحاول لاخر لحظه من وسط المشروع لان هذه روح المسؤوليه اللي نتصور لازم تكون موجوده. اما كل الفرائض البديل جاهز كل البديل جاهز جاهز ما نداء تونس الجديد لا. او لا نداء تونس الجديد هو نداء تونس بطبيعته كي مش يعمل المؤتمر نتاعو الاول الديمقراطي بالضروره سيكون نداء تونس الجديد لانه مش جد نفسه من داخله. هو ما فهمتش علاش الناس ولاو خايفين من الجديد او خايفين من المره اللي فاتت قلت البرجيبي الجديد طلع واحد معناها يتذاكى قال متجدده وما يعرفش انه متجدده هو البروسيسوس وجديده هي النتيجه. دونك ماهوش فرق ما فماش فرق كبير في الموضوع هذا. لذلك علاش خافوا من جديد؟ علاش خافوا من التغيير؟ علاش خافوا من دخل الشباب؟ علاش خافوا من الديمقراطيه؟ انا مع القيم